الخط الامامي. تتذكروا الهدف اللي سجله علينا في تنزانيا في دبل الجزائر، فريدي في تنفيذ المخالفه وبابا رائعه اولولو، صعبه الكره هذه ورفيق حليش يتمكن من صد هذه الكره. كره جول، كره جول، كره جول، ابو داوي جول. ياي ياي هشام معلش، اول كره صعبه للمنتخب الجزائري. البلدوزر دولور توغل سلمها عايشي مانولا. فارس العب العب يا فارس، التوزيع في القائمه الثانيه خطيره الكره. هاي الكره هذه في القائمه الثانيه، كره بعيده لسليماني قررها بروعه في اتجاه اسلام. يو 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 ادم الناس رائعه من ادم الناس في اتجاه اسلام. السمن عن بعد من عند محمد حسيني. هاي الكره الاولى الرائعه.